مرحبا بكم شباب في الربريك لولا اللي هي جيم اون، وين نعطيكم اخر اخبار عالم العاب الفيديو. سنبدأ بالنيوز الاولانية شباب باش نحكيو على اغلبية العباد اللي عاديو برشا وقت وما يلقاوش شنو يعملوا ومغرومين بالجيمينج. نجم نعطيكم سورس ياسر مزيانة تنجموا تبارتاجيو منها الباسيون تاعكم مع برشا عباد اخرين. على سبيل المثال ستريم، علاش ما توليش تستريمي؟ تيرم يستعملوه برشا لي جوغ دو جو فيديو. تستريمي اي بلغة اوضح تبدا تلعب على البي سي نتاعك والا على الكونسول نتاعك لايف على المباشر، وبرشا عباد تبدا تتفرج فيك على الانترنت ويبداو بيان سور يسيبورتيو فيك ويبارتاجيو معاك نفس الباسيون نتاعك اللي هي الفيديو جيمز ونفس الجيم اللي انت تحبها. نجم نعطيكم على سبيل المثال بلاتفورم نيمو بوان تي في اللي فيها برشا ستريمرز كيلكو سوا من العالم العربي ولا من العالم ككل، موجودين فيها برشا توانسة. نجم بالوقت تلم الكوميونيتي اللي تحب عليها وتبارتاجي معاهم الباسيون نتاعك، وتنجم حتى بالوقت تولي سورس نتاع فلوس. اي نعم، تنجم تولي تخلص من الحاجة اللي انت تحبها. النيوز الثانية شباب تخص شركة بليزرد. شركة بليزرد اللي عملت برشا دي جو كبار، نحكيو على واحدة من أكبر لي جو اللي هي وورد أوف وور كرافت وما أدراك. وورد أوف وور كرافت اللي جاي منها اسم دراكو اللي أنا انسبيريتو من اللعبة هذي ولعبتها لأكثر من 5 سنوات. وورد أوف وور كرافت فيها سكون أبيل نحنا دي مونتور. لي مونتور هذوما يساعدوك باش تديبلاسي ولا باش تنقل من مكان إلى آخر في وسط اللعبة. نحكيو على ماكينات، على طيارات، على كرهب، نحكيو على موتورات، ولا حتى على دي كرياتور ميتيك على سبيل المثال دراجونات وغيره. فما مونتور خرجت عندها برشا اسمها تيغر سبيكترال. المونتور هذه موجودة كاين في وسط الجيم لكن تباعت مؤخرا بسوم خيالي، نحكيو على سوم بالدينار التونسي. اش قولك اذا كان نقولك مونتور في وسط لعبة وورد فور كرافت تباعت بسوم ما يقارب 4300 يورو، يعني بما يقارب 14 مليون تونسية. اي نعم، جوست خاطر ايدام صغير والا مونتور صغيرة في وسط لعبة، يعني حاجة فيرتويل وما تدخلكش الفلوس. اي نعم، فما منهم برشا هذوما العباد اللي يشريو برشا حاجات على الجيمينج على خاطرهم مغرومين ياسر. بما انه العام اللي مشى 2021 يتسمى عام ياسر مزيان بالنسبه للاندستري نتاع لي جو فيديو، اذا باش نعطيكم توب 3 نتاع الجيمز اللي تم لعبها واللي تم بثها على المباشر لعام 2021. المرتبه الثالثه جي جارينا، شركه جارينا المصممه للعبه فري فاير. في بالكم شباب انه فري فاير كي تدخل الجوجل بلاي تلقاو بما يقارب 1200 مليار نومبر تاع تيليشارجمون. اي نعم، 1200 مليار عبد هبطوا فري فاير على تليفوناتهم ويلعبوا في الجو، جو بوبيلار على الاخر ومعروفه ياسر. برشا منكم سيرمون انت زاد مهبط جو فري فاير وقاعد طالع فيها. هي جات في المرتبه الثالثه من اكثر لي جو اللي تم متابعتهم ولا تم ستريم نتاعهم لعام 2021. في المرتبة الثانية جو اسمها It Takes Two. جو هذي كان جو دلاني لعام 2021 أحسن لعبة تم اختيارها من برشا نواحي، كل قصة من الجيم بلاي، من الجرافيزم، من القصة متاحة وبرشا جوانب أخرى. We also have a huge amount of mini games spread out throughout the levels for Cody and May to find and to compete with each other. And lastly, with the Friends Pass, you only need to buy one copy of the game to play with your friend. Now, have a great trip and I hope you enjoy the game. I know you will. Boom! سيرمون عرفتوا انه في المرتبة الأولى نحكيو على روكستار جيمز ونحكيو بالتبيع على لعبة GTA 5. GTA 5 / GTA RP اللي هي تعرفت برشا دريالمون. GTA RP
اللي هي تنجم تاخو بيرسوناج في وسط الجو وتنجم تسميه اللي تحب وتنجم تعمل له باك ستوري، يعني تنجم تعمل له القصة اللي خاصة به. تنجم تخدم هوم دافير، تنجم تخدم بوليس، تنجم تحل المشروع متاعك الخاص، تنجم تخدم الخدمة اللي تحب عليها. عبارة ميتافيرس، يعني عبارة عايش في العالم الفيرتويل لكن حقيقي شوية، خاطر تنجم تنتيركتي مع العباد، تنجم تعمل رياكسيون مع العباد وتعيش في وسط اللعبة كأنك تعيش في الدنيا بالرسمي. نعطيكم على سبيل المثال، كي تبدأ تسوق في كهرباء وتحرق فو يخلط عليك الحاكم ويعطيك خطية وتدفع فلوس بالرسمي، حاجة ياسر طيارة، وهذيك علاش هي أكثر لعبة تم بث على المباشر لعام 2021.